الإصلاح. كلمة الإصلاح هي كلمة فضفاضة. في موظفين حكومة استغلوا وظائفهم وهم نفسدوا. في مصدر دخل واحد عندنا بالكويت هذا خاطئ. أخطأنا في الحيازات الزراعية، أخطأنا في الصندوق الوطني. لأن اليوم تجار الإقامات جبناء يدرون أنهم سبب الكارثة. العقاب الحقيقي لهم ادفع فاتورتك بحدود 160 ألف مخالف لقانون الإقامة داخل الجليد. اليوم الدولة اكتشفت أن الجليد شو هيقوم بلا موقوت. حط علامة استفهام. تجار الإقامات دمروا الكويت. تجارة رقيق هذه. عدد العمالة الكبير الموجود في الكويت هذا يفترض أن يقل. لازم يرجع القطاع الخاص. القطاع الخاص هو ما يقود المجتمعات. القطاع الخاص الدولة تحتويه، تساهم في تنميته، إلزامة في توظيف الكويتيين. لأن اليوم جائحة يفترض أننا نوقف خلف الحكومة. أنتم قاعد تهاجمون الناس اللي قاعد تشتغل.